إلى ملف آخر الآن، حيث واجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك انتكاسة كبيرة عندما صدر قرار محكمة الاستئناف بشأن خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا. قضت محكمة الاستئناف البريطانية بعدم قانونية خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا، معتمدة في قرارها على أوجه القصور في نظام اللجوء إلى رواندا، ومنها أن الحكومة البريطانية لا تستطيع ضمان عدم إعادة اللاجئين المرسلين إلى رواندا إلى بلادهم، وهو ما سيعرضهم إلى الاضطهاد أو غيره من أشكال المعاملة غير الإنسانية. كانت حكومة المحافظين قدمت خطة لترحيل عشرات آلاف طالبي اللجوء الذين وصلوا عبر القناة الإنجليزية، وذلك بموجب اتفاق أبرم العام الماضي مع الحكومة الرواندية بقيمة 140 مليون جنيه استرليني، حيث يقضي الاتفاق بإرسال عشرات آلاف اللاجئين الواصلين إلى إنجلترا عبر القناة الإنجليزية من فرنسا. المحكمة العليا في لندن كانت قد قضت في ديسمبر الماضي بمشروعية سياسة الترحيل، لكن عددا من طالبي اللجوء في عدة بلدان ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان طعنوا في القرار، وأوقف قرار لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية أول رحلة مزمعة لترحيل طالبي اللجوء العام الماضي في اللحظات الأخيرة، وأمرت المحكمة بمنع ترحيل أي طالب لجوء لحين انتهاء الإجراءات القضائية في بريطانيا. أمام هذا القرار، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن حكومته ستسعى للطعن في قرار المحكمة. من جهتها، اعترضت حكومة كيفالي على قرار محكمة الاستئناف، معتبرة أن رواندا هي واحدة من أكثر البلدان أمانا في العالم. نناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا ياسمين أحمد، المحامية ومديرة منظمة هيومان رايتس ووتش في المملكة المتحدة. أهلا بك سيدة ياسمين. إذا محكمة الاستئناف في لندن تقضي بعدم قانونية خطة الحكومة البريطانية بترحيل اللاجئين إلى رواندا، هل خسرت الحكومة البريطانية المعركة القانونية الطويلة كما وصفتها صحيفة الاندبندنت؟ شكرا لاستضافتي. نعم، كما قلت إن محكمة الاستئناف البريطانية قالت أنه من غير القانوني ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا وفقا للاتفاق الذي قاموا به مع رواندا، بناء على أن الأخيرة ليست بلدا آمنا، ولا سيما بسبب نظام طلب اللجوء في رواندا، حيث أن الأشخاص قد يتعرضون لخطر إعادة إرسالهم إلى البلدان حيث واجهوا المخاطر. وهيومان رايتس ووتش وثقت الكثير من المشاكل، حيث أنها من البلدان، أي رواندا من البلدان القمعية، حيث المدافعون عن حقوق الإنسان بعضهم يلاحقون أو يقتلون حتى. وفي 2019 طالبي لجوء ولاجئين قتلوا في 2019 في رواندا. إذن من الحكومة أوقفت بفضل هذا القرار حتى الآن عن ترحيل طالبي اللجوء واللاجئين. نأمل أن تقوم المحكمة العليا بالحكم بالمثل. ريشي سوناك يعني لم يستسلم لهذا القرار وأعلن بأنه سيتجه لمحكمة التمييز، ما المتوقع؟ نعم، نتوقع أن تكون ثمة استئناف للحالة من قبل الحكومة، ستستمع إلى القضية من قبل المحكمة العليا، ونأمل أن تخلص المحكمة العليا إلى ذات الحكم الذي سيجد أن إرسال طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا غير قانوني. وهيومان رايتس ووتش قامت بعمل هائل، أكد الرأي القائل إن رواندا ليست بلدا آمنا لطالبي اللجوء، وقامت الحكومة البريطانية باتفاق لإعطاء 130 مليون باوند إلى رواندا مقابل إرسال طالبي اللجوء إليها،
وهذا جزء من سياسة أوسع تقدمها الحكومة البريطانية في تشريعاتها مع رواندا، إذ تحاول بشكل أساسي من منع الأشخاص من طلب اللجوء وإبعاد الأشخاص الراغبين في ذلك، والأشخاص الذين حتى الذين ليس تربطهم أي علاقة مع رواندا وأفريقيا. طيب سيدة أحمد، ياسمين أحمد، أولا أسألك عما قاله رئيس المحكمة البريطانية العليا المنتهية ولايته عن فكرة أنه حتى يتم تصحيح أوجه القصور في إجراءات اللجوء فإنه لن يكون هناك ترحيل إلى رواندا. ما هي إجراءات التصحيح التي يمكن بموجبها استخدام هذه السياسة؟ نعم، إن المحكمة خلصت إلى أن الإجراء إجراء الترحيل إلى رواندا ليس صلبا ومتينا بشكل كافي، إذن تقييم المخاطر للأشخاص الذين سيرحلون إلى رواندا ربما يعادون إلى من حيث ذهبوا، والأجهزة التي تقيم هذه المخاطر ومنها المحكمة وجدت أن نظام الترحيل ليس متينا، ووجدت أن الأشخاص الذين يهربون من البلد سيعرضون للخطر إذا ما عادوا إلى بلدانهم. ونحن نقول ونحث المحكمة العليا حتى أن تقوم بأكثر ما هو من تصحيح نظام الترحيل، بل إلى ما هو أبعد من ذلك. ثمة مخاطر في إبعاد يعني أو الترحيل ربما يكون معقد ويحتاج لنقاش أوسع، خاصة بأن ريشي سوناك يعني يعتبره من الأولويات والقضايا الطارئة التي يعمل عليها. شكرا لك من لندن ياسمين أحمد، محامية ومديرة منظمة هيومان رايتس واتش في المملكة.